بعد. جيت على اساس قطاري يروح الساعه 5 ومتاخر راح يروح الساعه 6:30 بدالها، ف اتوقع راح ارجع للبيت وارجع لهنا بعد ساعه. شدوخه هاي، خلينا نروح. شنو الهوسه هاي اليوم؟ اجيت لهنا انا مرتين بسبب القطارات كلها متاخره، ذابيني بمستشفى بنص الغابة، وأكو لازم أخذ باص وياه بعد القطار، وهذا الباص يجي مرة بالساعة ولازم أنتظر عليه، وآخر باص يجي الساعة 8:50، فمضطرة إنه هذا القطار يجي بوكت. الهوسة مو طبيعي. اتوقع جيت المكان الصحيح. ما ادري، راح انتظر هنا ساعة. هاي الجنطة تعبتني، ما كنت اعرف انه الرجلين مالتها ما تشتغل. الطريق يخرع، ما ادري وين ذابيني. اي شوكولاتة شي هو هذا الاصل اللي محتاجته. بس حليب هاي، بس مي دي الشاقون. مو شنو هاي؟ هاي عود كاكاو. خل نجرب بعد مرة. خلصان دي الشاقون وياي. مو خلص، ما اريد كل شيء، ما اريد. واو حلو، بس بنص ولا مكان. خلنا ندخل. الساعة 9:50، وانا المفترض انام لان باكر قبل الساعة 7:30. اتوقع هاي المستشفى، فالمهم المستشفى قريبة. اي كلش تعبانة، ما تدري مبين من صوتها شو تحت. ولو المستشفى صغيرة، هذا
خلص الدوام اليوم، شنو هاي الكاوس اللي صار؟ الدكتور قال لي يصير تروحين للبيت، بس المشكلة انه ما لقيت الغرفة اللي حطيت بيها بدلت بيها وحاطة بيها ملابسي، فضعت بالمستشفى ولو المستشفى كلش صغيرة. زين شلون انوش؟ راح اسوي بعد تجربة. البارحة بالليل من حاولت طلع بس مي. اجي وقتهم يزرفون هسه، صباح الخير. اليوم يوم الثاني بنص الغابة، يوم الثاني الشمس طالعة. أخذت وجبة الغداء مال اليوم، ومتأخرة لأنه هسه 35 دقيقة وأنا أبدي بالأصل ونص. توي شنت بالعمليات، شفت عملية مال تبديل ركبة، كان شوية اجريسيف بصراحة. سنترهم فارغ. صغير وكئيب، تخيلته أحلى بصراحة. صراحة كلش كئيب، خل ارجع للفندق احسن لي، اروح ادرس.
عندي يما عندي فرصة من الدوام، فجيت للفندق قاعدة أتغدى. اليوم آخر يوم بعد كم ساعة وأرجع للبيت، اشتاقيت لأهلي. المفترض الباص باص شنو المفترض القطار يجي هسه، صار لي ساعة وشوية قاعدة انتظر، فان شاء الله يجي. ما ادري، كل ما احجز قطار احس انه يجي متأخر. يلا حظي. بعد اخذت القطار الغلط، هذا القطار اللي كان مفترض اخذه. هذا الفيديو